الحراريه. كان عندنا واحد الاشكال السي توفيق لابور، كنا رسلنا لكم واحد الرساله بتاريخ 9 نوفمبر 2017، كان فيها من اجل تصحيح المساحه، لان في الدراسه كان المساحه ديال الجامعه ديال الدرش كانت درتو فيها 20 كيلومتر مربع، وحنا عندنا 5.9. يعني اذا هذا ثم تبارك هذا لابور صحتو، ولكن الشك يعني الخريطه ديال الجامعه ما صحتوهاش، باقيه هي 20 كيلومتر مربع، يعني خص ما تصحاش، يعني خص تصحونا نزيدو نسجلو ولا حتى ولا تفاعل مع لا غير نفهم الملاحظه بالضبط باش نستوعبها، لان المخطط راه ماشي ديال الحدود الاداريه. إذا شفنا هاد الحدود هادي غيدخلوا النقط اللي غيهضروا عليهم خصهم يتسجلوا في المحضر، لأن كيقول لك المحضر خصو يتسلم للعمالة باش يدخل داكشي اللي قلنا في الملاحظات اللي قلنا تخاذوا بعين الاعتبار. إذا الموقع فين حطوه في الخريطة ماشي ديال السمية اللي عطاونا في الورق، يعني في الورق سجل الموقع في الخريطة اسم في الخريطة كاين الجهة ديال الكرف من تحت، ولكن في السنية درتو الجنوب ديال الدرج. يعني لا ريداكسيون؟ لا ريداكسيون صحيح. لا ريداكسيون اللي غلطة. لا ريداكسيون اللي غلطة. إذا كاين تحويل ديال لابور، كان في ذاك البلاصة المهم. دابا تحولت. تحولت ذاك البلاصة. هذه الملاحظة اللي عندي راه تقالت، هذا الشيء حنا اليوم باش نستوعبوه اليوم شوية صعيب. سي توفيق يعني يمشي للوكالة الحضارية يعني يحاول تهويتكم شوية، وخا عارف مزيان يعني يعرف لي ديتاي ويجي يدير مع السادة الأعضاء، ماشي غير الأعضاء، لأن المغرب يعني الدستور ولا القوانين يعني الحديد ديال يعني كتحث على المقاربة التشاركية، خصنا نجيبو المجتمع المدني والسكان حتى هما خصو يعطيو الرأي ديالهم، لأن حنا ماشي حنا غادي نعرفو كل شيء. شوفوا إذا كاين أحزاب سياسية إذا كاين نقابات، يعني غادي ندير واحد المقاربه تشاركيه، لان ربما هما غادي حتى هما عندهم الراي، ماشي حنا اللي عندنا الراي، يعني هذه كناكد عليها. كنقول ملي كنشوفوا هذه الخريطه ديال الدروش، هاد المرافق الكبرى والاخر، راه ماشي ما غاديش ندار في جامعه الترابه ديال الدروش، هنا كنوليو داك الشيء اللي هضرنا عليه، ذاك الرف اللي درناه، ذاك النقطه ديال التوسعه. هذا الشيء اليوم راه حنا كنعيشوا هذاك الشيء اللي كنا كنقولوا، باش نعرفوا بان حنا على حق. ما كناش كنزايدوا ولا كنغلظوا، قلنا خصنا نوسعوا المدينه من جميع الجوانب، كاين مرافق تجهيزات كبرى، كاين جامعه، كاين بقعة الندوات، فين ديروهم؟ واش في السماء الدروش ما عندوش دوزيام كاين ايطاج، ماشي الدروش تحت الدروش الفوق، يعني هذا الشيء كيسالنا كيسال المجلس كامل هنا، يعني لا نيسيسيتي باش خصنا نفكروا في التوسعه حقيقيه ديال المدينه من جميع الجوانب باش المدينه ديالنا تستوعب هذه المشاريع. راه إذا ما وسعناش هاد المشاريع ما غاديش نديروهم، لأن حنا هذا المجلس كنتحملوا كامل المسؤولية إلا ما إذا مشات إذا واحد الملاحظة الله يجزيك بخير، كنشوف واحد يعني نهضروا على المنطقة كاملة لأن المحيط ديالنا، غير ملي شفنا هذاك الخريطة وعطيتو مجموعة ديال المعطيات، كيبان لي يعني احنا الوحيد ديالنا في كاين الجامعه ديال الدروش، كاين الطرقات وكاين غير في واحد الجهه، مثلا هاد الجهه الجنوبيه ديالنا الروت، مثلا احنا بغينا الدروش نربطوه باقليم كرسيف عن طريق مثلا بوكه وعين زوره، باش داك الناس يجيو عندنا. احنا اليوم كنحسوا راه كيجيو يتسوقوا في الدروش، ولكن كيبان هذيك المنطقه مغيبه، وحتى ديك الجامعه ديال بوكه ولا ديال عين زوره في يعني في ليلابوراسيون ديال هذا الاخر ما كتدعيوهمش باش يدافعوا على حقهم. اذا احنا كاين واحد الامتداد ترابي وكاين مهم، فانا حنا كنقولوا خص هاد الناس حتى هما يديو الحق ديالهم، لان كيبان مشيتو لواحد الجهه وتكبيتو ونسيتو حنا راه ديك البلاصه راه بالنسبه لنا استراتيجيه ديال التنميه ديال الدروش، راه الا خرجتي دابا الدروش وغادي تلقى عين زوره بوكا 50% اللي معمرين الدروش، ولكن كيبان لي حقهم ما عطاوش بدينا نديرو بحال اللي كان داير يقلب النظر. كان دار واحد الجزء نافع راه معروف واحد لابور، وهذا الجزء النافع هو اللي فاصل دابا، هو اللي عندنا اقليم جديد، بغيتو هذا المكتب ديال الدراسه ولا كان حمل السجل العمران يديروا واحد
جهه ديال اقليم النافع وجهه الجهه الجنوبيه رصيدها خصها هي يكون فيها. وكنستفيد الله يجزيك بخير داك يعني حقا نعطيو اسئله في داك المنطقه ديال اللوجيستيك والسد. واش كاين في هذا الفرق؟ هذه كانت ملاحظه ديال المجلس. شكرا شكرا. اذا يعني في الحقيقه غادي تغني لينا يعني هذا المخطط التوجيهي وخاصه المدينه ديال ديروش. كاين شي مداخله اخرى؟ تفضل اسمع. محور الكريم الموقع الالكترونيه قوم في مكتب الدراسات عطور جامعه دريش. سي ممثل مكتب الدراسات هذا المخطط ديال التوجيهيه دونك على الحضاريه مخطط التوجيهيه ديال سيركرت الى استحضرنا الاجتماع ديال السنه الماضيه في العماله كان جا الوزراء يعني زدنا عام ديال الروطار والمشكل ديال داك عام الروطار هو المنطقه اللوجيستيك اللي كاين في جامعه الطاس ما شفتوش انا في هذا المخطط يعني كتهضروا على المنطقه ديال اللوجيستيك ولكن كتهضروا على شي 40 كيلومتر حنا كل الحيله كمنتخبون جميع الوسائل الجماعه ديال الاقليم المنطقه ديال اللوجيستيك اللي في المنطقه ديال بورحي جماعه الطاس اللي فيها 700 هكتار وكاينه تما منطقه غيخرج تما طريق السياح وكاين السكه الحديديه وكاين محطه السكه الحديديه هذه المنطقه ديال بورحي يعني هاد الملاحظات خصهم يتخذوا بعين الاعتبار وغتشدوا هاد الملاحظات غيعطيوهم في جميع الجماعات حتى اللقاء اللي دار مكتب الدراسات الاخير مع المجلس الاقليمي الحين على هذه النقاط وضروري خصو فيه هو لان غيكون عندهم موقع على ساكنه الاقليم وخاصه مدينه دريوش وجماعه ممتازه اللي قريبه ليه السد عزيمان ما شفناش حتى هو في المخطط ديال التهيئه كنهضروا على اقليم دريوش المنطقه الفلاحيه والمغرب الاخضر يعني احنا كنسميوها منطقه فلاحيه بدون ماء اقليم دريوش التوجه ديالو يكون اقليم فلاحي سياحي تجاري يعني المنطقه اللوجيستيك نركزوا على المنطقه ديال الساحل الفنادق والمشكل ديال الفلاحه وهو سد عزيمه ضروري هادو يدخلوا في المخطط ديال التهيئه لان المخطط ديال التهيئه كما كيعرفوا جميع الاعضاء راه غادي ما عرفناش نصدقوا عليه يعني 25 عام ما عندناش حق نقيسوا فيه شي حاجه اخرى انا ما غاديش نهضر عن الاقليم ولا جماعه ديالي مثلا 25 عام ما غاديش ندير فيها منطقه اللوجيستيك ولا ما ندير فيها السلك عندنا النواه الجامعيه والمحطه الطرقيه المنطقه ديال بوفركوش خصنا نركزوا على النقط فين كاين لان كاين فيهم حتى نزال ملكيه في هذه المناطق ديال النواه الجامعيه والمحطه الطرقيه على الدار فيهم مقرر والاجراءات ديال نزال ملكيه غاليه طريق السياح ما شفتش الاشاره ديالو في وقت التهيئه لان غادي يشق الاقليم ديال دريش حتى هو غيخرج عند المنطقه ديال ايران طريق ايران هذا هما الملاحظات خصهم يتخذوا بعين الاعتبار تسجلوا في حضر سي ما كانش عندي واحد القدره باش نتدخل الاجتماع تيتراس السيد العامل وما كانش عندي القدره باش نوضح لا ما كانش من اجل المصادفه كان من اجل التداول مع المصالح هذيك مرحله وعطاونا المصالح ملاحظات ديالها وعاد تجي المرحله الثانيه اللي هي ديال الجماعات اللي هي دابا فما كانش الغايه ديالو هو المصادقه لو كان كان من اجل المصادقه احنا عاد دابا غنوصلوا للمرحله ديال مداوله في المجالس يعني الدكتور هي متعسف الرئيس كان من اجل المصادقه لا اسمع انا كنت كنسنى كلام كبير اسمح لي نعم كان من اجل المصادقه غير وقعت لنا واحد الخدعه تما شافوها احنا ما شفناهاش لان كان السد عزيمان راه تدخل الجامعه ديال دوش كنا هضرنا على السد عزيمان كان ذاك المنطقه ديال لوجيستيك تحفت ومشات واحد الاقليم اخر مشات لكرسيف حنايا في ذاك المراحل اللي كنا كنديرو حنا عندنا ثقه في المكتب ديال الدراسه شفنا المراحل الاولى والثانيه المنطقه اللوجيستيك كاينه كاينه ولكن هذا جينا للمصادقه جينا للمصادقه السيد العامل هو اللي بزع عليكم باش ديروا هاد اللقاءات نهار اللي تفرح
ناري تفضح لها مؤامره اللي دارها المكتب ديال الدراسات مع واحد مع مسؤولين احنا ما عرفناهوش. السيد العامل السيد العامل خذا المبادره الزم المكتب ديال الدراسات والعمره انه يدوزوا جميع الجماعات. انتم تعطلتوا علينا تعطلتوا راه دابا دابا عارف اسمح لي حنا المغالطات ما كندوزوهاش. حنا حضرنا السيد المنتي ديال المشيخ اللي كان حاضر وكان حاضر السيد رئيس المشيخ اللي كنا جينا للمصادقه. هذه اللقاءات اللي كديروا دابا السيد العامل الحالي هو اللي يلزمكم باش ديروا هذا الاجتماع. شكرا. لتتبين امتى تدخل المصادقه وامتى تكون كل مرحله. ف وتتبين عاوتاني شكون اللي عنده الصلاحيه شكون اللي عنده هاد الاوتوريتي ديال المصادقه. المصادقه ديال المخطط تتصادق عليه وزاره التعمير والفلاحه والداخليه. السادة الأعضاء إلى شطروني الرأي. السادة الأعضاء إلى شطروني الرأي. غادي الرأي غادي يديروا غادي يديروا إن شاء الله اجتماعات مع السي توفيق وغادي نحطوا والسي توفيق حتى يكونوا عندك المعلومات كاملين. كما قالوا الاخوان حنا ما غاديش ندوزوا هذا المخطط الا اذا استجاب بطبيعه الحال الحاجيات ديال هذا المجلس ديالنا المقلل. لا ما غاديش نعطيك الكلمه. المخطط اذا لصالح المجلس صالح المجلس. تفضل. بغيتكم لما تكونوا تديروا هذه الاجتماعات التقنيه على المخطط استحضروا تصميم التهيئه في ديك اللحظه. صافي سي توفيق. اذا الساده الاعضاء واش قابلين اننا يعني من بعد غادي نديروا اجتماعات فيما بيننا انذاك نديروا واحد الخلاصه نخرجوا بها ان شاء الله كما كان الاخ قبل 3 شهور باش نصيفطوا هذا السيد العام. هذا هو المقرر. السيد العام السيد الرئيس. اي طبعا. اي اعتبار هذيك؟ لا لا ما نتراجعوش عليه. وما نتراجعوش عليه. انا فاش شفت واحد الخريطه قلت هذا الدوله تبارك الله يعني ديال يعني بانت لي المنطقه الجزائريه بانت لي لوتوروت شفت السي محمد لوتوروت ما ادريوش لوتوروت 14 كيلومتر شفت سكات الماكينه شفت هذه المنطقه وكانها مزاليه هذه المنطقه اللوجستيه والمنطقه اللي تابعه للميناء يعني بس السيد الرئيس المنطقه ديال اللوجستيك كيحطوها تما وصافي خص تخاد بعين الاعتبار وخصها تكون لان كاينين ايات خفيه كاينين الناس اللي متدخلين من الجهه ومن كرسي باغيين يديوها الكرسي عرفت هذا الشيء هذا الشيء راه كنقولوا ما عندنا ما خدمش حنا ما غاديش نكونوا قنطره بين نادور ويستميت وكرسي حنا اللي خصنا نستافدوا الاولى لان حنا اللي مقربين لنادور ويستميت وهنا الفرج نعم المرصه ديال نادور ويستميت داخل حتى في التراب ديال اقليم دريك يعني حنا اللي خصنا نستافدوا الاولى قبل من اي اقليم اخر خصنا كاع تعاونوا الجماعات راه حنا بوحدنا الجماعات كلهم راه خبروا ما غادي يدخلوا فيها. كانت الدوره ديالنا غادي تدخل هذه دابا راه المشكل التراب خارج المدينه ديالنا. ونكتب السكينه ديالنا. غادي يجي غادي يجي اكيد. اذا نقدروا نديروا شي تصويت على اساس انه يعني الجنه الى حين انه يكونوا. لا ما غادي ناخذوا في القرار. علاش مقرر؟ لا في بور مقرر. صافي اذا شكرا شكرا. الاجتماعات التقنيه ومن بعد دار دورة استثنائية فيها تدرسوا الملاحظات. باش باش هذاك المحضر ديال الدورة الاستثنائية هو اللي غيتكلم. شكرا شكرا. قرب معنا مكتب الدراسات والسيدة المهندسة يتكلموا لنا شنو هو المشروع ديال الكباري الشطر الثاني. فكما هو معلوم المدينة ديال دريوش راه دارت الشطر الأول ديال الحضاري. وجهت المدينه دارت بعض الشوارع كما كتعرفوا هذا الشيء دابا راه عندنا عرض فيما يخص التأهيل الحضاري الثاني مكتب دراسات يقدم لنا العرض باش نناقشوه ونشوف المدينه ديال دريوش ككل وكانت بعض الزيارات مع بعض الاخوان والمهم اليوم غادي يدير لنا العرض ديالو ويعطينا شنو دار في هذا المشروع ديالو باش ان شاء الله يدخل في المناقشه. تفضل معنا. كما لاحظت ان هذوك التصاور اللي درت في الاربعه مسلوب بواحد الحياه والله اعلم. لا ماشي ديال هذا الناس ماشي ديال هذا الناس هذه التجزئه ديال الدروش الجديد موتي سموها هذه الدروش هذا خالد شكون شي
بالنسبة لسميتو هذا النور في الشمال ما عرفتش شنو هي كلها لاقات تدوز مع الطرف وزارة الصحة وسياسة المدينة. هنايا الأمل الغربي الأحمر غادي ندوزوه لاخر في إطار اللي عندو بلاصة اللي هو نفس التصاور راك حتى ديك سي ما كاينش دوك التصاور وراك شتي دوك التصاور اللي درتي دابا تعاود الدكتور راه داروا ليه يعني تما واحد اخرى وقع واحد الخطا اللي تقول لك علاش لحقاش ملي كناخذوا التصاور كياخذوهم كلهم دقه واحده واحد من 300 ولا 400 تصويره ملي كيجيو هادي ملي كيحاولوا يتفكروا فين المشاهد جايه في هذا الحي ولا في هذا الحي كيوقع الغلط هذا هذاك الشيء اللي انا نشتغل على البرزونطاسيون كتسيدي ماشي هذا شفنا الرولو ديالو كتبنا هذا ماشي عارف قلتولنا في الاول اجتماع راه فين ما دخلنا شي حي غنعيطو للعضو غيفهم يكسبو شنو هو ذاك الحي اسمو سميتو هذا ثم شديتو التصاور من هنا ولصقتو هنا ودرتو هنا شنو شي خدمة اصاحبي لا لا خرجنا مع هذا كل شيء هاد الديور هادو حاولنا ندوزو لهم هادي
سبق المنطقه الكبيره اللي راه ديجا كاينه ومشينا معاها. هادو غادي يدار هادو من بعد ما يدار الواد الحاق عاد يقدروا يتدخلوا كلشي هادشي لحقاش حنا عندنا لاخر الدراسه ديالنا كنشوفوا الاحتياجات ديالكم ولكن ما مين غادي اون فوا يدوز الواد الحاق لا فداني حنا كندوزو الطريق لحقاش ما يمكنش غادي نفوتوا حنا الطرقان حنا مازال عندنا المشكل ديال الواد الحاق حنا ما جيناش باش نديروا الدراسه ديال الواد الحاق الدراسه ديال الواد الحاق تكلفت بها لاخر المكتب الوطني مصاريف الشهر دونك هو يفوت الطريق ديالو هو يفوت الواد الحاق ديالو وحنا كنقولوا للوزاره كيمشي خصو لنا المبالغ اللي خصهم هذيا كنقولوا لهم هاد الطرق ها هو الاحتياجات ديال هاد كل كارتي ها هو الاحتياجات ديالو ما يرجعش الطريق نهضروه يعني ديال تحت ما يقدرش يتحضر تاع الفوق كاين واد الحمام تما بحال واد كرز تما واحد الايام اللي هي بحال واد يعني هاد الطريق ما غاديش نقطعوه مازال ما نهرسوش واحد الحال غادي هو الواد هكا واحد الواد غادي هو الواد كرز هذا بالضبط نعم هذا بالضبط وهذا الشيء كنا شفنا الاخر هذا الشيء الاخر هذا اقتراح ديالي ولكن بالنسبه انتم الاقتراحات تقدروا من ندوزوا الارض الواقع اللي هشام بغيو نصايبوه صايبوا الاخر كل شيء هذه غادي نطرحوا عليكم مجموعه يمكن كاع من البلديه وتختاروا انا بالنسبه لي هي مقترح هذا ونقدروا نديروا فيه حتى المعنايا الاخر بيتيت فونتان بي صغيره يخرج فيها المعنايا الوقت منه ويكون واحد الشكل زعما جميل شويه باش تجي مع الدخله ديال هذه مثلا جاي من الناظور كنشوف هذه مع داك الشاي اللي غادي نديروا فيه النخل غادي يولي الاخر باين كنظن زعما القضيه تكون اسبوع من بعد تبان كان دخل المدينه عشان كما كنشوفوا هنايا الطريق اللي كتدي ولا البوطيه هي هذه احنا جايين من الناظور هذه الرونبوا اللي كاين دابا هو هذا حاليا مي هذا باش يكون برمو يقدروا يديروا الدوره ديالهم نيشان خصو يزيد يكحس شويه لهذا الشيء كحسنا شويه لهنايا باش يلاه يقدروا الناس يدوزوا بلا مشاكل وهذه اللي لاقا حنا الا بغينا باش نديروا هذا الشارع يعني نعاودوا فيه الطريق ديالو لي زاميناجمون ديال لافوا يعني الطريق نعاودوها ونديروا الاخر شويه او نديروا الربيع هذاك الكازون وهذاك الربيع اللي باغي نديرو نديروا الشجر بهذيك الطريق يعني اكستراكتيفيرا اللي هو الفابيلاتي اللي هو هذا النخل ونزيدوا الضوء ونزيدوا لا سينياليزاسيون نقدوها ونزيدوا واحد ربعه ديال الفيروج واحد ثلاثه ديال الفيروج ونصايبوا الاخر عاليه الاحتياجات ديال هذا الشارع بوحدو غتكون 33 مليون درهم دونك هادي لا فاريونت رقم واحد يعني لا حنا عطينا ثلاثه ديال الحلول واخا السي لامي قال لك النخل حنا قلنا بدي حنا غادي نشوفوا على حساب لحقاش كاينه واحد يمكن واحد الدفعه الاولى ديال 29 مليون درهم اللي نقدروا نخدموا بها قلنا نعطيو الاخر حلول اخرى عطينا واحد لا فاريونت ثانيه هي الاخر نديرو سفوره جابونيكا واحد الصفرة جابونيكا واحد الشجر حتى هو زوين ولكن ماشي كاع ماشي هو بحال هادي الاخر هذاك لوكا غادي يعطينا واحد المجموع ديال 25 مليون درهم وشي شويه الباري الثاني فعلى ما تكلم الاخ انه واحد المجموعه ديال الشوارع اللي غادي تسفل والشارع الرئيسي غادي ياخذ واحد الرونق يتوسع وعندنا شي مشاكل في الدخله ديال الدريوش الا شفت هذيك البلاصه اللي فيها الضوء واحد البلاصه داخله واحده خارجه دابا غادي يرجع شارع عنده نفس المساحه وفي نفس الوقت غادي يكون على الهامش ديال الطريق الرصيف غادي تكون واحد الميت او لا ميتونس ديال الكازون عاد من ديك الساعه غادي تكون تروطوار يعني غادي ننظموا ان شاء الله حتى الحركه ديال السير والجوال داخل هذا الشارع بالاضافه لهذه الفروج اللي غادي يكونوا في شارع الحسن الثاني الطريق الوطنيه هذوك الرومبانات الصغار غادي يتحيدوا كلهم غير هذا الرومبان اللي تكلم عليه راه هو الرومبان المتواجد عند المستشفى الاقليمي ما غاديش يبقى في ديك البلاصه هذا الحالي غادي يتحول لبلاصه اخرى باش يكون عندنا واحد المحور كبير اللي كاينه عمران وكاينه من جهه اخرى المستشفى الاقليمي ومن جهه اخرى كاينه ديك الحديقه اللي فيها 8000 متر حتى هي جد مهمه غادي تكون في الدخله ديال المدينه ديال دروش الحمد لله كنا كنتكلموا مع النشط والبحار اذا به تبين ان نقدروا نخدموا اليوم اربعه المغاير ديال الكودرون نقدروا نخدموها من ضد هذه يعني كاين واحد المجموعه ديال الشوارع في بعض الاحيان اللي ديجا فيها البحار دابا خصها غير رصيف اما الدراسه الاخرى فهي متوازيه 39 مليون درهم هي كذلك 4 ملايين وغادي نكونوا بالتالي ان شاء الله درنا التغطيه للمدينه ديالنا مدينه صغيره كما نقول دائما
غادي يكون عندنا الطرقات ديالنا، يكون عندنا الواد الحار. دابا كلهم دراسات متوجهين، عندنا الدراسه ديال الواد الحار راكم شفتوها ديال تلوشكان، وهي الدراسه ديال الطرقات ديال المدينه ديال تلوشكان. بعض المرافق القرب في الظاهره ديال سيدي بن عيسى، كنظن سيدي بن عيسى. وإذا كانت شي مداخلات عند الإخوان فهذا المشروع إن شاء الله الرحمن الرحيم على بركة الله غادي يكون. السيد الرئيس كما كنعرف التأهيل الحضاري هو تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، هذا هو المعنى ديال التأهيل الحضاري. كاين النقطة الأولى اتخاذ الأولويات، ماشي اختصاصات ديال مكتب الدراسات وديال المجلس باش يقول لي نسبقوا هذا الحي ونسبقوا هذا ونسبقوا ماشي الاقتصادات ديالي. كاين ثاني هو الخطا اللي دار هو اقحام حي بالحي، مثلا حي امل الغربي واحد جابوا مع جوج، حي الامل الشرقي قحموا شويه مع حي الامل الغربي واحد. الثاني ثالث تيدينسيا هو حي اداري، نورا لنا شي تصاور تما ديال الشوارع، واش هذاك الشارع فيه 6 7 متر ولا في تيدينسيا؟ نمشيو دابا الى كان عندنا تيدينسيا حنا كاين بزاف ديال الاحياء بحال تجزئة الدريوش حنا ما غادي نديرو فيها والو، هاديك حتى الى شاط الفلوس غادي نمشيو تما هاديك تجزئة. والسلام. شكرا. داتشي شكر كريم ومنافع الاعلامية ومسيد الرئيس مع كل احترامتي وبعض ان هذه الاجتماعات ممكن نستنتجوا فيهم، لان عينا من اجتماعات السيد الرئيس ما عمرنا خرجنا في توافق، كنخرجوا بتوافق في المجلس، ملي كنخرجوا من البيرو ما كنلقاو حتى حاجه. اخر لقاء درناه على سينيسمو على مع مكتب الدراسات خرجنا قرار على اساس ان كل عضو غادي يخرج معاه مكتب الدراسات الحي ديالو ولي بوزوان ديال الحي تعرفوه انا تعرفهمش انت ولا شي واحد، حتى صدرات ما غاديش تعرفهم، لا تعرف شي شويه. ماشي حتى الناس ديال المكتب ما عارفينهمش. واللي بوزوان ديال الحي ديالي انا عارفهم. انا الشوارع اللي بغيتهم انا يداروا، انا الحي ديالي راه الساكن انا اللي عارف فين في في فين عندهم الحاجيات. ما تجيش انت دير لي شارع وانا ما نبرمجهوش. دير لي الشارع اللي بغيت انت. وثانيا ملي تنخرجوا من الاجتماعات وتطلب لينا غادي السيد توفى غادي معنا اجتماع. ما غاديش نجيو. وما غندوزو حتى حاجه. علاش؟ ما بقيناش نتاكلو في الاجتماعات. درنا اجتماعات 100 اجتماع من 2015 حتى اليوم ما عمرنا تفاعلتو شي اجتماع دار لها وشي مؤخرا خرجنا به ما كيتفاعلش. اذا الساده الممثلون ديال العمره النهار اللي درنا اجتماع هنا باش خرجنا هنا وجاوبني واش قلتو غادي يخرج كل عضو غيخرج للحي ديالو يشوف لي بوزوان ديال الحي ديالو واش خرجنا والسيد الرئيس كياكد كيجي الرئيس كيقول لك راه ما خلاوهمش يخرجوا ولا هذا ما خلاوهمش. اذا هنا نشوفوا الخطا نشوفوا الكذاب نشوفوا الكذاب. واش حنا كاعضاء اللي كنظلوا ندافعوا ولا كنصدقوا ولا كنسمعوا فولادنا ونسمعوا كل شيء ولا انتم كمؤسسه ولا المكتب سنعرفوا هذا الشيء كاين واش كاين ولا ما كاينش. واش انا كنستنى درنا اجتماع على اساس نخرج انا مع السيد باش نعرف لي بوزوان ديال الحي ديالي في حين انا كتجي كتقول راه ما بغاو اليوم وراه المجلس السيد نفسه المجلس السيد نفسه ما غاديش يجي يفتي عليا ويجي هو يقول لك الاولويات غادي نبدا بسميتها بالتجزئه ديال الحاج عمار. فين كانت هذه؟ تجزئه الحاج عمار اخر جزئه غادي نبداو بها تجزئات غادي نبداو اخر عمل دار تجزئات واللي استافد ما غاديش يستافد الشطر الاول عندنا الاولويات. نهضروا على الاولويات كنهضروا على الاولويات عندنا الواضحه عندنا البذور ما ديرليش جرده ما ديرليش جرده غتسمح لي تخلي لي الساكنه. وكما قال السي رشيد المتدخلين يعني في الشراكه او الاتفاقيه اللي عندنا راه كل شيء واضح. المتدخلين ديال الشركاء اللي عندنا يعني في هذا المشروع هذا لماذا دار هذا المشروع؟ الاحياء ناقصه التجهيز ما تزوقنيش اسيدي انا ديري البودرون انا البودرون هو الشطر الاول البودرون بوحده وخاصه الناس اللي عندهم الحظ غادي يدوز لهم البودرون الشطر الاول بوحده
ما غاديش نجيو نهضروا على الجرده وهذو البنايه. انا الاول قال لي تسعد الساكنه واجي دير لي جريبه. قال لي غير تسعد الساكنه ولا جيت الجرده جيت لهم ليس. وسبحان الله ما كايناش هذا. والشطر الثاني عاد نذكروا ربما يكون جا الشطر الثاني الواضحه. الشطر الثاني ربما الناس الناس راه الدنيا ولا الشطر الثالث ولا نفكروا فيه. الشطر الثالث نفكروا نديروا جريبات ونديروا الكماليات. احنا اليوم عندنا الضروريات الاولويات والاجتماعات يا سيدي الرئيسي لا ما غاديش نتفاعلوا داك الشيء اللي كيدار ما تعيطناش حسن الله يحفظك الوالدين وحنا علاش اش غادي نديروا. شكرا الرئيس دابا كاين الاحياء ديالنا بدعي بن حمول هذا محمد كاين شي ما استافدوش الحضري الشطر الاول دابا الشطر الثاني عاود كاين شي ما يستافدو حتى بحاجه. حنا كنستناو كيعانيو الناس كيعانيو كل دار عندها اربعه خمسه المطامير دابا كان كما خصنا ضروري غادي يكون واضح للاحياء اللي ما الله يجازيك. شكرا على كلام اللي قال سي طوري راني معاه. المدينه ديال دريوش خصنا نسفي خصنا واضحه من الاولويات ديالها. عاد نفكروا في الصور ديال الخل عاد نفكروا في حاجه اخرى غير كل واحد يتدخل ويتكلم على الصور ديالو. تفضل. العام اللي دار مكتب الدراسات انا كنشوف لا يرقى الى عمر مكتب الدراسات اللي داروا وخاصه الجماعه في الكارتي العاشر وحتى المبالغ الماليه المرصوده لهذه الشوارع وهذه الاحياء كيبان لي ضخموا فيهم بزاف. ملي غنهضروا على جامعه مدار السيد الرئيس اكبر جامعه حضاريه في الاقليم اللي فيها تقريبا شي 68 كيلومتر وحنا دابا كنهضروا على المدينه ديالنا بان اصغر مدينه واصغر جامعه اللي فيها 6 كيلومتر تقريبا ما وصلهاش. جامعه مدار خذوا جميع الاحياء التسفيد ديالو واعاده تهيئه الشارع الرئيسي ثلاثة المداخل المدخل من قاسيتا مدخل دريوش مدخل تاكسيت يلا وصلوا 10 مليار غطوا الجماعة بجميع الحاجيات ديالها بما فيها الكليراج بيبليك بما فيها الساحات العمومية. حنا كنشوفوا مدخل واحد و4 مليار اللهم إن هذا منكر سي الرئيس اللهم إن هذا منكر. غادي نديروا 4 مليار في شارع واحد والناس غادية في الغيز. واش هذا مركز الاقليم عاصمه الاقليم ملي كنهضروا على عاصمه الاقليم كتمشي عند الدار كتلقى عندها اربعه المؤتمر ديال دوار الحرب ولا خمسه عند الباب ومازال ما عندناش البذور. الاغلب الاحياء في المدينه نمشي نخسر 4 مليار في ندخل المدينه ندير نخرج مليون فرنك اللهم انا ربك لا يعقل سي الرئيس وما غاديش نخليه يدار واخا يكلف لي هذا الشيء روح ديالي. كما قال لك سي حمو درنا جوج اجتماعات مع الاعضاء المجلس والسي مكتب الدراسات. جوج اجتماعات حددنا فيهم الاولويات ديال الاحياء واعطينا لكم وثائق وثيقه اللي فيها كل حي والاولويه ديالو وشنو محتاج ذاك الحي. اخر اجتماع اتفقنا من خرجنا من هنا واتفقنا على انه كل عضو يخرج مع مكتب الدراسات نهار فاش يجي للتيران ما عيطولناش. ملي سالناكم السيد الرئيس شنو قلتو لنا؟ قلتو لنا ما بغاوش من الفوق. شكون هذا الفوق؟ السماء السيد الرئيس انا خرجت معك ماشي ما خرجتش معاه هو كيقول لك انا عطوني الاخوان. شكون هذا الاخوان؟ عطينا لك شي حاجه هنا؟ حنا عطينا لك هنا في المجلس اتفقنا نخرجوا للتيران ما خرجناش ما عيطولناش على غير الجماعات الاخرى. خرجوا معهم الاعضاء كل عضو خرج الحي ديالو وحدد الاولويات ديالو وعطى شنو خاصو في الحي ديالو. من مور داك الشيء مشى دار العرض في جميع الجماعات من طيب الدريوش من مكتب الدراسات وماشي غير مره جوج ولا ثلاثه المرات كيمشي كيدير العرض وكيعطي المقترحات ديالهم كيديروا تعديلات. حنا شي نهار جا عندنا هذا السيد مكتب الدراسات درنا شي عرض حطت المراه حنا اليوم راه ما جاش هنا حنا طلبنا حنا اتفقنا باش يجي يدير عرض ونشوفوا ديك الاولويات اللي تعطاو واش داروا ولا ما داروش. ما جاش السي الرئيس وحنا اليوم خصنا نحدوا اولويات بمقرر
والاولويات كما كيعرفوها جميع الاعضاء هي تسفيت الاحياء وناقص التجهيز والاتفاقيه ديال الشركه والحوض الى سيد الرئيس. شكرا. تفضل الاعلان المحلي. كيبان لي ان المداخله ديال الاعضاء السابقه كانت في محلها فيما يخص يعني الالتفات او اعطاء الاهميه للاحياء الهامشيه. ما بالنسبه يعني للعرض كاين تحفظ دابا حنا غادي نناقشوا بيناتنا هنايا يعني كما الاجتماعات السابقه كتكون عندنا اراء كتكون عندنا مقترحات بالنسبه يعني الدخله والخرجه انا يعني كيبان هذه المقاربه قديمه شويه دابا يعني في المغرب ولا يعني القوانين المنظمه ولا يعني كتهضر على الاحياء الهامشيه نظرا الاحياء الهامشيه كيكثر فيها مجموعه من المشاكل باش حنايا نحتويو دوك يعني الاحياء الهامشيه ما يوقعوش فيها مشاكل ولا ما يكونوش واحد المصدر ديال الانفلات الامنيه ولا شي حاجه اخرى. يعني انا كيبان لي من هذا المنطلق هذه يعني نعطيو الاهميه ديال الاحياء الهامشيه خاصه ان في الدريوش يعني الاحياء الهامشيه اللي كيوجد فيها واحد الكثافه السكانيه جد مرتفعه ملي كنجيو للسونتر حتى هنا للسونتر يعني مدينه الدريوش كاع كنلقاو يعني كاين عمارات او كاين فيلات ولكن كتلقى الناس ما ساكنينش يعني كيجي واحد مره في عامين ولا واحد مره في السنين. بالعكس في الاحياء الهامشيه ملي كتلقاو بحال ميديا ولا كنمشيو لبين الويدان او اماكن اخرى كنلقاو دوك الناس ساكنين وبكثافه جد مرتفعه يعني وما يعني ما خاصها شويه ديال التجهيز لا بالنسبه للسينيسمو ولا بالنسبه ل يعني تصفيه الطرق. انا كنت منتظر يعني نسمعوا شي مدرسه في الويدان ولا في شد ميديا ولا شي حاجه ولا اعداديه يعني تخفف العبء على اسمح لي كمل سيدي الرئيس وصافي. فهمت لك يعني واحد اللجنه مكونه من المجلس هي اللي غادي تتابع اشغال التهيئه الحضاريه. وشكرا جزيلا. ثاني ما جاش غير هكذاك جا يعني يعني بعد الترافح ديالنا جميعا سواء في الجامعه ديالنا ولا في مختلف الجامعات وهذا كان مطلب ديالنا جميعا خاصه في اللقاءات اللي كنا عقدناها مع السيد العامل ولا السيد مع ولي الجهه الشرقيه ولاحظتوا بانه هذا التاهيل الحضاري دخل في اطار برنامج تنميه اقليم الدريوش 2017-2020. يعني هذا التاهيل الحضاري جاء يعني تفعيلا لما ورد في مخطط التنميه ديال الاقليم. الساكنه استبشرت خيرا يعني بهذا التاهيل الحضاري خاصه في الجماعة ديالنا اللي تعين تحت وطئات ديال الشتاء والغيس والتراب. وانا في نظري انا عطيت الشعار ديال هذا التأهيل الحضاري محاربة الغيس اولا. الناس مكرفسين الناس اللي كيمشيو للمدرسة مكرفسين. غير انه السيد الرئيس يعني سلسلة من الاجتماعات درنا جوج اجتماعات في رمضان بحضور مكتب ديال الدراسات ودرنا واحد خريطة ديال الطريق اتفقنا على الطريقة ديال الاشتغال يعني في جلسات هادئة ما فيهاش كان فيها التوافق لأن خذينا مصلحة ديال الساكنة أولا. السيد الرئيس طلبتي من جميع الأعضاء يعني يمدوك يعني بالأولويات ديال الأحياء ديالهم وجبناهم سلمناهم للتقنية يعني المكلف بتتبع الأشغال وجلسنا مع السيد مونتيل ديال مكتب الدراسات واتفقنا على اساس ان كل عضو اللي غادي يمشيو لشي دائره ديالو على الاقل ذاك مكتب الدراسه تاعي عليه يمشيو يشوفوا يعني الخصائص ديال ذاك المنطقه. واذا بئنا سمعنا عن المواطنين انا في الحومه ديالي المواطنين قالوا لي راه جاو شي ناس كانوا كيعبروا معاهم واحد البنت لما خديت الذاكره قال لك كان كيعمروا هاي مالها ومنين جي سقسينا هنا قال لك اسي سقسي قال لك حتى واحد ما عنده خبر. اذا انا كنعرف الرجال كيتشدوا من اللسان. حنا
ماشي ديال المزاح، ماشي ديال الكذوب، ماشي ديال الاستهزاء. حنا منتخبين كنمثلوا هاد الساكنه، هاد مكتب الدراسات، انت براسك هنا في ذاك البلاصه يعني قلت يعني ما اعترفتيش. اذا انا في النظريه ديال الزملاء الاعضاء الاول يعطينا السبب اللي ما عاد نسترفوا النقاش باش نديرونا. وكنقول للناس ولا الاعضاء ديال المجلس ها السبب اللي ما كان باش نصوتوا على النقاط. انا هو السبب درنا واحد التجربه صوتا لان عاد عطينا الحضاره ما خليناها داز كان مشاكل، لان حنا كاين البعض اعتبر بان الخروج ديال العضو مع الاخر واحد الحمله انتخابيه. حنا كنتش حمله انتخابيه، حنا كنديروا تنميه، انتخابات غادي تجي وقتها غادي نخرجوا للساحه ما نخافوا حتى شي واحد. اذا انا ما غاديش نصرف الهضره ديالي حتى يعطينا مكتب الدراسات علاش ما علاش ما صح ما داش معاه الاعضاء كما لا نخرج انسجاما مع الاتفاق اللي درناه. والاخوان كنطلب منكم نصوتوا بان نرفضوا على الاتفاقيه على الدراسه، يعاودوا الدراسه كما الاخر. ان الخطا فينا كان جاو الاخوان المصورين وخرجناهم لا فوت فينا، انا اعترف بان درنا خطا. انا شخصيا قلت هذا الشيء غادي يكون الاخر ما نحرجوا حتى واحد، ولكن واذا بنا كاين تراجع. انا غادي نوقف الهضره ديالي مكتب الدراسات يجاوبني شكون هذا اللي قال لك ما خرجت واحد عن السنه الهضره ديالي. ماشي انت تسولو، انا غادي نقول له انا غادي نسولو علاش انا ما نسولو ما عندكش كنسولو علاش ما نسول. لا واش جاوبني انت جاوب ماشي غير انت اللي غادي تجاوب. انا نقول لهم دخل لا انا وقفت قلت لك ما ندير الهضره ديالي حتى يجاوبني. لا ما يمكنش نسجل لا علاش هاد السنه. لا انا كنسمع على الجهه غادي انا يجاوبني مكتب الدراسه، انا مصير يجاوبني مكتب الدراسه. لا تصدرليش حقي بالهضره، خليني نهضر. ما تصدرليش حقي، خليني نهضر. جلسه دستوريه بالضروره غادي نهضر. لا تهضرش تفضل جاوب جاوب. قول لي شنو خصنا ندير؟ حنا شنو درنا؟ الاخر من كل زعما ماشي هذا هو المدينه الوحيده اللي درنا فيها الاخر التشخيص. خرجنا حنا بوحدنا مشينا نشوفوا لو بوزوا الاخر، كندوزو زنقه زنقه كما قلتي وراه عندك انت كتشهد عليها. دزنا باش كنشوفوا فين خاص الاخر هذه، فين كاين الديور. حنا ما يمكنش انا ندير واحد الدراسه، راه كاين بيرويات كاين مكاتب دراسات اللي كيديروا الاخر دراسه من الساتيليت كيشوف الدار هنا فين كيتراسي الطريق واش دايزه ولا ما دايزاش، ويجي هادي ويجيب لك الاخر هادي وتكون فرحان وتقول راه دار لي خاطري. وهادي حنا خرجنا وشفنا بعينينا البلاصه اللي الاخر هادي كيقولوا لنا الناس كنسولهم الله يخليك واش عندك الواد الحار واش ما عندكش. هادي بلا ما ندير باش ما كندخلش في هذيك الاعتبارات السياسيه، لا هذا ديال هذا الرئيس ولا هذا ديال هذا الرئيس ولا هذا ديال الرئيس. انا تا درت هذيك الدراسه وخرجت شفت المدينه كلها زنقه بزنقه، حطيت لكم واحد المقترح هو هذا اللي راه كنشوفوه دابا. واحد المقترح ها هما الطرق من وين نفوتوهم. دابا الاولويات ديالك جمال، اذا محتاج عندك واحد الاولويات غادي تقول لي هذه هي الاولويه ديالي غادي نسطروا عليها. انا متاكد ما يمكنش نكون نقصت شي زنقه بيسكو الواحد قال واحد دارها مزنقه بزنقه المدينه كلها. الناس كيمشيو كيخدموا كيديروا الاخر كما قال الناس كيمشيو الاخر مثلا للمطار. انا شفت الاخر دراسه ديال المطار زعما بلا ما نضربوا في واحد المكاتب دراسات المكا هذه هي السيد دار ثلاثه ديال الزنقات ثلاثه ديال الزنقات سي ان سي ويت سي هذه وحسب لهم 100 10 ديال الملاير 100 مليون درهم. تعرف حنا شحال حنا دايرين؟ 50 كيلومتر ديال الاخر ديال الطريق في الاول و 50 كيلومتر ديال الطريق في الزاوج. ودرنا هذه البنت هذه دارتهم الاخر زنقه بزنقه باش الاخر باش فريمون الاخر حتى واحد ما يقدر. ومن الاخر وصلنا لهذه وصلنا لما كثر. انا كنقول لكم هو عطاو لهم 100 مليون قال لهم نصايب واحد جوج زنقه ولا ثلاثه زوينين ودار لهم دار التشجير ديالهم وديالهم هذه ونشوف في الديور في البلان في البلان غير هكا. البارح راني كنت مع الناس ديال الوزاره الاخر كنا مع المديره ديال السكنه كنشوف كنقول وانا غير بيني وبين راسي لحقاش انا ما حقيش ندخل في الدراسات اخرى. كنشوف الاخر بزاف الاحياء اللي مازال ما وصلوهمش. انت ما دخلتيش معاه في الدراسه كون كنتي ساكن في المدار غادي ندخل نتفق معاه غادي تما عادي يبانوا لك الاخطاء. انا الاخر جيت هنايا في هذه المدينه ديالكم ماشي نضربنا زنقه بزنقه شفنا الاخر هذه البلاصه اللي ناقصه دخلنا الاحياء اللي الاخر فيهم جوج مترو
كاين البلايص اللي فيهم 2 متر ديال الضيق، وقلنا خصنا نديرو لهم البابيون، نديرو لهم هادي ونوصلو لهم. وشنا الاحتياجات ديال المدينه كامله، الاحتياجات اللي لقينا بلي دابا الحمد لله عندكم زعما واحد الزهر يهرس الحجر. علاش؟ لحقاش وزاره السياسه لابيتا كتعطي 40 مليون درهم للاحياء اللي ما فيهمش لا الواد اللي فيها الواد الحار. هي هذيك جبناها الحمد لله نيشان، ما ناقصه درهم ما زايده درهم، والله ما كنغشوا في الثمنات، ما كنقصوا ما كنزيدوا، العكس. راه ناخذ احنا نقول لك يعني دي مشكل مع الناس ديال العمر، كيقول لك اودي لا انت راه كتنقص لنا، ولي زونتربريز كيجيو فريمون. واش انا اللي كنخدم لك 50 كيلومتر 40 مليون درهم؟ راه انا اعطيها لاخر مقاول اخر غادي يخدم لك 10 كيلومتر ب 40 مليون درهم. هذاك الشيء اللي داروا في ميدار. حنا لا ماشي هكا كنقولوا بعدا نوجدوا نوصلوا الطريق، ما نمشيش انا نصايب التروطوارات ونصايب هادي. هذاك المطلب ديال 25 مليون درهم اللي قلنا، هذا مطلب الاخر اللي نتوما تقدروا تناقشوه، تقدروا ترفضوه. هذه من هذه لا دي جي سي اي تقول لك انا الفلوس ديالي لا هذه انا ندير بهم ما بغيت، بغيت باش نزين المدينه، نعطي واحد المصداقيه لهذه المدينه، الناس يحسوا براسهم راهم في المدينه اللي تحترم. ناظر من ناظر صايبون الكورنيش، كلشي ولا الناس كيشوفوا في المدينه فريمون مدينه. كيفرح هذاك المنظر بان تشوف النساء في العشيه كيتمشى ولا في الصباح كيجنوا مع السبعه ديال الصباح بوحدهم، صافي بليزير. راه حنا مغاربه وكلشي الاخر كيعاديها، الفرحه ديالكم هي الفرحه ديالنا كاملين. مي باش يقول لي الاخر هادي لحقاش خطانا في واحد جوج تصاور ما حطيناهمش في بلاصتهم، لحقاش كثروا علينا التصاور، هذا سمحوا لنا الا وقع هذا الخطا زعما انا كنطلب منكم سماع. مي والله اللي عليه العمده وراه هو شاهد عليها، خرجنا زنقه بزنقه. ما بغيناش ندخلوا في هذيك الاعتبارات السياسيه، انا ما بغيتش ندخل فيها في الاول. انا كندير الاخر انا تقني، كنحاول ندير لكم الاخر لو بوزوان ديالكم، من بعد الاخر كل واحد كيعرف الاولويات ديالو، ما عنديش مشكل. زنقه زنقه لا تقول لي مال مأمون. انا الحي ديالي حي الفرح ما كملتيش كامل، واش زي ملاك عطيت لهم الاولويه ديالي. انا مد... انا غير كنقول لك علاش هضره عطيتي انا هضره وخرجتي بوحدك، يعني كاين يعني انت ما قدرتيش هذا المجلس، يعني ما عطيتناش قيمه. انت مادا قلتي جيت ومشيت، يعني ما قدرتيناش قدرنا حنا. هذا استهزاء من المجلس والساكنه ديال الدوش، حنا كنمثلوا الساكنه. على الاقل شي قلنا ما خرجتيش منين دابا داك الدراسه كملتيها، عاد كاع الاعضاء نشوفهم نقول لك ودي واش هاد استهزاء. على الاقل اون موا حتى ما خرجناش معاك ماشي مشكل، منين تكمل عيط على المجلس قول لها ودي حي الفرح الله يخليك واش هاد الشيء اللي عليك. انا عرفت بغيت ما تستهوش، انا كيقول لك ما تستهوش، انا كنعرف ما تستهوش. اللي كتحمل المسؤوليه ديالها غادي تحاربوا المواطنين، اسمح لي. واليوم هنا في لافور كتقدم العرض ولادي طرف، درنا الاولويه هنا درنا، انت معليش حق ديال الاولويه، انت عندك حق ديال الدراسه. ثانيا باش تجي تقول ندير هذا كازو ندير هذا، احنا ما نقدروش الكازو، عندنا واحد عندنا غير روبا فيها شويه ديال الكازو، راه صحراء قاحله. خصني نشد من نكتب دراسه من يدير الدراسه، خصو يستحضر الامكانيه ديال الجامعه، يستحضر الصيانه، يستحضر ماشي خصو الفلوس في الكازو، خصو في الربيع، خصو بدا واحد عام بحال كاين دابا كاين الشرع. شكرا الناس الجمال، شكرا لك جزيل الشكر. معليش انا قسما نفس باش يكون على نفس الكلام، فهمتيني ما يهضرش واحد الكلام ديالي كيخرجك سي براس. لا حاشا ولا ايوا خلينا نكمل. لا غير ما بغيناش يكون توازن، لان حتى القانون النظام الداخلي كيعطي غير ثلاثة. انا ما كيعطينيش، انا نائب ديال الرئيس ما كيعطينيش. تفضل اسي جمال قرا القانون مزيان. تفضل اسي جمال. اذا دابا ما غاديش نحكي. شكرا. اذا على حسب المداخلات ديال الساده الاعضاء اوي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، الاعضاء، السيد باشا، الحضور الكريم، المناظر الاعلاميه، كل ما قالوه الاخوان في الصميم ما غاديش نخرج بزاف على ما قالوه. مكتب دراسات جاء باش يدير دراسه للمشروع، ما جاش باش يحدد الاولويات او شنو خاص لكل شارع او شنو خاص لكل حي. هو جا باش انه يدير الدراسه ويحط لنا مشروع ديال الدراسه وحنا غادي نناقشوا ونحددوا الاولويات. هذه اولا. ثانيا بالنسبه لمدخل المدينه تحطت فيه 4 ديال المليار، انا ما غاديش نجي نحط 4 ديال المليار في مدخل المدينه
والمواطن كيتمشى في الغيس وعنده اولويات اخرى وحاجيات اخرى من ضمن هاد الطرقات واد البحر الى اخره. النقطه اللي لفتت الانتباه ديالي في العرض ديال مكتب الدراسات هو انه التجزئه ديال المدينه الجديده. اسمح لي يا سيد الرئيس، التجزئه ديال المدينه الجديده اخر حاجه غندخلوا فيها ولا ما غاديش ندخلوا فيها؟ كتحمل المسؤوليه ديالها انت سيد الرئيس، حيت مول المشروع دا الفلوس ديالو ودار المشروع ديالو وخلى واحد العيب البلديه تحمل المسؤوليه ديالو، حنا اللي ما غاديش نقدروا نتحملوا المسؤوليه ديال سيد الرئيس. وشكرا. شكرا. اذا انا غادي نبدا من كبره الاخت، حتى انا ما نبغيش اربعه د الملاير غادي نمشيو نحطوها في واحد الشارع. انا الهدف ديالي من هذه الدراسه هو نفس نتقاسم معكم نفس الافكار، حتى حنا بغينا الاحياء ناقصه التجهيز هي اللي عندها الاولويه باش تستعمل هاد العيال الحضاري. وهاد الجهه ديال المديريه اللي تكلمت عليها ديال الجزائر اللي غادي تفرض علينا واحد الحاجه، انا كنتمنى لو ان هاد يعني المبلغ يتصرف كله في الاحياء ناقصه التجهيز. وفيما يخص الجزئيه اللي تكلمت عليها الاخت، هي مكتب دراسات في الدراسه الاوليه كان دار هذا التسفيد كله، انا اللي زولته كما قالت الاخت، هذيك ما عندهاش الحق باش نسبقوا ليها الطريق. اذا احنا نتقاسم ان شاء الله نفس الافكار. واحد النهار درنا واحد الغلط، استدعيناكم في الحقيقه، استدعيناكم في الحقيقه، استدعيناكم، ما بيناش الموضوع ديال الاستدعاء، ولكن بعض الاخوان جاوا وبعض الاخوان ما جاوش. هذا هو اللي كان وقع ذاك النهار. كتب الدراسات المحترم كان مجاوش وحدين وخرجتي معاهم وقيلة واخرين، ومن قبل كنا مثلا سيحموا واحد النهار كنا كنخدموا في البيرو غير على الورق، الا راك عاقل كنت حاضر ديك الساعه مع مكتب الدراسات. هادو هادو انا كنقول دابا اللي ربحنا، غير فكر معايا، اللي ربحنا عندنا الدراسه، عندنا الدراسه ديال الدلوش كله. لما غادي تجي المقاوله تخدم في واحد الحي من الاحياء، انا تنقول له دابا هذا هو الشارع الاولي، هذا هو الزوج، هذا هو الثالث، ما كاين بو مشكل. ولكن الدراسه نديروها للحي كامل بعدا نربحوها، حتى ولو ان الدراسه خرجت اكثر، حنا عندنا الفضل. دابا عندنا الدراسه ديال واد الحار، عندنا الدراسه ديال الطرقان، دابا خصها غير التمويل، صنفوا غير الفلوس حنا كمجلس، هذا الشيء كلشي ربحنا. اما باش يبداو من ما يبداش، هذا راه ماشي مشكل، راه بطبيعه الحال فيه ما يتقال. الا باقيه شي بلاصه كما كيقول السجاده في الدائره ديالو، مكتب الدراسات ممكن يخرج المره الزوجه. هذا هو علاش درنا هذا الاجتماع، باش نصحوا الاخطاء اللي وقعت. هذا هو اللي باغي نقول. وما فهمتش انا يعني واش 10 ملايير بيني وبينكم غادي تقدر ديروا واش كان؟ راه ما غاديش تقدر. راه دوزنا 12 مليار ودوزنا 10 ملايير، ودابا 10 ملايير الثالثه مزيانه ملي غادي تجي المقاوله دائره في دائره، يوقف السيد ويشوف الحاجيات ديالو والاولويات ديالو، ما كاين حتى شي مشكل. انا كيبان لي اذا هذا هما اللي كاين. الاستاذ كيقول لك ان المجلس المقر بغى باش تكون يعني الاحياء ناقصه التجهيز، هذه غادي نعطيو لها الاولويه. وحنا الاحياء راه حنا عارفينهم، خاصه الاحياء اللي كتوجد ما وراء واد كرد وما وراء واد اسلام. وحي الامل الغربي جوج. بطبيعه الحال اللي على الضفاف ديال واد كرد. لما كنتكلموا على واد كرد راه داخل الدائره، الدائره ديال كتسي عفوا ماشي ديال الدائره اللي كتنتمي ليها كلها ردات ليها الدراسه تقريبا. تقريبا 100%. أنا ما كنتش داروا الدراسة الفوق. إلا الاجتماعات ما كتجيوش كنتحرجوا، راه عدة مرات كنستدعيو. موضوع الاجتماع. أنا غادي نجاوب يعني أي درت داك الغلط بصح درت. درت الاستدعاء. غادي نحدد لكم اليوم إن شاء الله، غادي نبقى نسبحكم الاستدعاءات ونحدد لكم موضوع الاجتماع بإذن الله. إذا هذه هي الخلاصة السيد الكتيب أنه. مازال مازال. 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 ولكن علاش مصدقه بحال الاولى؟ غير عارف ديال المشروع. عندي تعقيب بعد قبل وزاره الداخليه. نعم. مختلف المديريه العامه للجامعات المحليه. قلتوا بان كتلزمنا باعاده تاهيل الشارع الرئيسي. نعم. ما كاينش الاتفاقيه صح؟ الشارع لا شوف المقترح كنعرفوا الساكنه شنو محتاجه وشنو ما محتاجهش. المساهمة ديال الوزارة الداخلية المختلفة المديرية العامة للجامعات المحلية هي المساهمة في إنجاز أشغال الطرقات والإدارة العمومية والمساحات الخضراء والتأثير الحضاري وتحضيرات القرى. هنا ما حددتش فين غادي يدخل ولا فين ما غاديدخلش. حددت فاش غادي يدخل، ماشي فين غادي يدخل. فين غادي يدخل حنا اللي كنحددو كمجلس. حنا اللي عايشين في وسط المدينة. حنا اللي كنتلاقاو يوميا مع السكينة
الساكنة اليوم تطالبنا بتزفيد طرقات لا غير. ما نمشي عند الإدارة العمومية ولا عند مساحة خضراء. النهار باش نزفتوا المدينة نمشيو عند الكماليات. أرى الذيك الساعة الساحة وأرى أن الكلاش بيبليك وأرى التزفيد هو الأول زيد. وشكرا. لكن هذيك الساعة الدراسة اللي هي كتستجب للمطلوب ديال المجلس ديالنا. إذا هنا اللي وصلت إليه الحضاري السادة الأعضاء نعطيو له فرصة ثانية يعطينا تصور ثاني إن شاء الله أو لا نديرو معاه اجتماعات عاد نخرجوا لشي دورة استثنائية إلا بغاو السادة الأعضاء. إذا أنا مباشرة إذا هنا اللي وصل المشروع ديال الحضاري والشطر الثاني ديالو. السادة الأعضاء إذا كان ممكن نرجعوا للنقطة الأولى. لازم نديرو بكرة. صدق المجلس الجماعي للإشغال بغالبية أعضائه على تكوين لجنة لتتبع إشغال تهيئة الحضاري للشطر الثاني. تتكون هذه اللجنة من 5 أعضاء. السادة الأعضاء الله يجزيك كاين واحد المجموعة ديال الملاحظات اللي دخلنا اسمح لي غير نفهم احنا اليوم كنستجبوا شنو جا في النقطة المائل يعني فين وصلنا غير بلا كاسي جامع ما كنقرحكش. احنا اليوم كنقولوا ما قلناش والمصادقة هنايا حاطين هذه بحال الدراسة اللي قرا علينا دابا عندنا الله يجزيكم بخير. انتم طلبتوا هذه النقطة المائل ديال المشروع ديال التأهيل الحضاري بمعنى غادي نستدعوا مكتب الدراسات غادي يدير لنا العرض حنا غادي نديروا فيه الملاحظات ديالنا من بعد هو يمشي يدير العرض ديالو على حسب الملاحظات ديالنا غادي يجي يعطينا العرض الزوج الى عجبنا كنصدقوا على هذاك العرض ما عجبناش نقولوا له عرض المره الثالثه الى ولات ما عرفتش انا اليوم عندنا المال ما عندناش المال ديال مشروع المصادقه عليه ما عندناش مثلا الدراسه والمصادقه عليها ما عنديش انا هذه النقطه باش غادي نقول ندوز ليها شي قرار واش فهمتوني؟ سولت فين وصل تاهي الحضاري؟ ها فين وصل؟ فين وصل مخطط توجيه؟ ها فين وصل؟ نفس سميتو. اللجنة السي مصطفى راني معاك، هذيك اللجنة من لما تجي النقطة نقولوا أروا لينا المشروع ديال تاهي الحضاري مثلا والمصادقة عليه، ما راهش عندنا هنا اليوم، يعني النقطة أنتم درتوها طلبتوها السادة الأعضاء جات من عندكم ولكن طلبتوا بها بغيتوا تعرفوا بعدها في المرة الأولى فين وصل تاهي الحضاري. إذا السادة الأعضاء مقررين على ولي المحاضر ديالك تلقى جميع النقاط فيهم المآل وفيهم المقال، حنايا نجي سيدي وسيدي، فين من السند القانوني اللي قدرت تحمل ما غاديش ندير هذا، السند القانوني. ما تربيش المصادقة على شي لا ما تربيش، عطيه الحضاري داز، عطيه الحضاري الله يخليك، غير بلاتي، غير دقة، عطيه الحضاري داز، حنايا دابا جبنا هاد السيد عطا لنا، درنا المآل باش جا المكتب، عطانا شنو دار ياك، حنايا بناء على هاد الشيء اللي سمعنا، هاد الشيء اللي دار غادي يدير واحد المقرر. عبارة عن خريطة الطريق اللي غادي تمشاو فيه. إخوان الأعضاء اقترحوا ديروا لجنة تكون بربعة ولا ثلاثة ولا خمسة ديال الناس كتكون يعني هي اللي غادي تساير هذا يكون محل له ديال التشاور ونديروا مقررات اللي خصها نتبعوها في الآخر. تجيب تصدر لنا حقنا السيد الرئيس هذا ماشي قانوني. حنا نتشبث باستثناء مقرر يتعلق بتأهيل حضاري الدريبش. شكرا. إذا فيما يخص الاتفاقية الشركة فاحنا الحمد لله صوتنا عليها ودازت السادة الأعضاء صوتنا عليها. أنا اليوم سي جمال وغادي تسمح لي المرة الزوجة الله يجازيك بخير هذه النقطة صيفطوها لينا في واحد الدورة حنا مستعدين نديروا لجنة ولا جنة ولا ثلاثة. اليوم النقطة كتسولني كتقول لي غير فين وصل المشروع ديال التأهيل الحضاري ما يمكنش فين وصل المشروع ديال التأهيل الحضاري وأنا نقول غادي ندير لجنة لا صيفط لي نقطة بين ديك النقطة على من كتكلم بحالها بحال العرض ديال المخطط عطينا له الملاحظات مكتب الدراسة عطينا له الملاحظات لما يجي لنا الملاحظات والتصور الجديد أنا ذاك تكون مناقشة وغادي ندوز مباشرة للنقطة الأولى. النقطة الثانية السادة الأعضاء الله يجزيكم بخير مشروع ما غاديش نمروا النقطة دراسة مشروع ميزانية ما غاديش نمروا النقطة الأولى سيد الرئيس كنتاخذوا مقرر في هذه النقطة. السيد الأعضاء سيد الرئيس إذا كان داك الشيء لا طلبت صويت ديال المجلس دابا نتوما النقطة جات كتسولوا فين وصلت إيه الحضاري لو أنه قلتوا دير راسا
دراسه ديال التاهيل الحضاري والمصادقه عليها ولا شي حاجه متفق معك. هو التاهيل الحضاري راه داز الاتفاقيه الشراكه داز وشنو فيها داز. دابا غير مكتب دراسات كيتشاور معنا على ما غادي نصوت انا ما حتى انا ما غادي نصوت ديروا مقرر كيفاش نسيروا هاد التاهيل الحضاري. لا سي التاهيل الحضاري انا الا سمحتوا لي النقطه هاد السته راني دخلت في الميزانيه سيد الرئيس المقرر خصو يتخاف. السيد الرئيس المقرر غادي يتخاف. المجلس سيدو نفسه المجلس هو شوف الاعضاء شنو غيقولوا لك؟ ما درتيليش ما عرفتيش السيد الرئيس انا ناقشتو غادي ندير مقرر ومن حقنا ديرو من حقنا ندير مقرر الا ما بغيتيش دير مقرر عندك نيه ماشي هي هذيك باش نكون واضح على السيد الرئيس. الا عندك شوف السيد الرئيس نديرو مقرر نحدو فيه اولويات ديال السكينه. واش عندنا تاهيل حضاري ب 10 مليار غادي نحدو الاولويات كما حدناهم النهار فاش درنا الاجتماعات غادي نعاودو نحدوهم اليوم. المقرر خصو يدار. والا ما درتيش مقرر السيد الرئيس انا كنأكد لك اليوم بان راه كاين شي حاجه اللي ماشي هي هذيك كتفهم ماشي هي هذيك. وكون على يقين بان راه ما غتبدا حتى تراكس والله لا بدات باش نقول لك شنو كاين والله حاجه لا بدات ما تحلاش والله. هو انا كنقول لك اللي كان شوف شتي ديك التراكس اللي غادي تبدا انا غنمشي نعس لعبد الرويد الساكنه باغيه تزفيت الاحياء نديرو مقرر حنا بغينا نشوف الاحياء نديرو مقرر نديرو مقرر السيد الرئيس المقرر على حسب الاحتياجات اللي هو السيد الرئيس حنا حددنا الاولويات وما غاديش نعاودو لهم واش نبقى نعاود اجتماعات مخاوية وصافي ولا لا شوف الاعضاء غادي ننتخبوهم في مستوفى حنا غادي نديرو كملنا سي مصطفى كملنا سي مصطفى المقرر سي مصطفى الله يجازيك بخير. لا والله مالك غادي نكلم الاستاذ الاعضاء والله يجازيك بخير. حاول شويه سي جمال الله يهديك اصاحبي 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 الانتخاب كلشي اللي بغيت تخدم سي واحد فيها صبيح حنايا عطيونا الوقت سيرتو هذه ماشي بحال هذه المهام. دابا اليوم كتسولوني فين وصل التاهيل الحضاري. اذا حنا راه عرفنا فين وصل التاهيل الحضاري درنا الملاحظات ديالنا غادي يجيب لنا ديك الساعه هو الدراسه الزوجه سيفتوا لي النقطة ديروا غادي يديروا لجنة والله يجازيكم بخير ما قلت لكمش لا صاحبي كيف غادي يدير غادي يكون هاد الدراسة وحنا مازال ما درناش ما عطيناش الأولويات وما عطيناش الحاجيات ديالنا دابا اسمع في إطار باش نحدوا الأولويات غادي نحدوا مقرر ونحدوا لجنة لتتبع هذه الدراسة سيفتوا هذه نقطة هذه ماشي نقطة اليوم هذه ماشي نقطة في المعاد ديال المشروع ما دخلنا في المعاد باين على المشروع اللي جاب لنا اليوم باين على الدراسة اللي جايبنا اليوم جابنا دراسة داك السيد من داك الشرق عجبتك؟ حطنا 4 مليار في الدخلات ديال المدينة. لا 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 غادي تغير هذاك الشيء ما غاديش يبقى لان علاش؟ غادي نحطوا مقرر ونحطوا الجمال باش تتبع الاختراعات. لا 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 ديروا لجنه ولا لجان ولا اللي بغيتوا وديروا فيها والمصادقه عليها حيت دابا انا اليوم هذه النقطه ما عنديش فيها شي تصويت. هذه كتسولوا المآل كتقولوا لي فين وصلت التاهيل الحضاري السيد جا قال لكم ها فين وصلت التاهيل الحضاري. اذا به تبين لنا ان هذا الشيء اللي تم مكتب الدراسات ماشي هي المطالب والرغبات ديال الساكنه. قلنا ليه بلي هذاك الشارع ولا الطريق الرئيسي ما بغيتوش يكون فيه الضوء غادي يمشيوا غادي يغيروا الاحياء الاخرى غادي يجي يقرا علينا غادي نقولوا الدراسه مزيانه سي جمال نديروا لجنه ديال التتبع
ديروا اللجنه ديال اللي بغيتوا ديروه ديروه، هذا راه ماشي صراحه. غير انا اليوم ما فهمتش انا عندي المآل، هذا غير سؤال بغيتو تعرفوا فين وصلت هي الحضاري. ما عجبكمش يغير على حسب الملاحظات اللي دار، صيفطوا لي ديروا دوره استثنائيه. اسيد الرئيس، اسيد الرئيس، ما شوف الاخوه ما تفهمش الاعضاء الخطا. حنا الاعضاء ما كيقولوكش حنا ما بغيناش ندخل المدينه ما بغيناش، حنا درنا الاولويات. كنقولوا مثلا الشطر الاول والشطر الثاني نخدموا به نقرعوا الغيس العباد الله، حنا ماشي ضد نخدموا المداخل، حنا نخدموا المداخل، ولكن ملي غادي نديروا الاولويات نفكوا العزله من الدوار من الاحياء نديروا لهم القطور نديروا لهم نخدموا الساحات نخدموا الاخر اي حاجه نديروا حاجه. حنا ما قلناش لا ديروا حاجه، ياك عندكم الغرض في هذه الحضاري اذا بدلها بطبيعه الحال، وعندنا عندنا الغرض نديروا نحددوا الاولويات ونبداو في الاجتماعات من غدا. غدا نبداو في الاجتماع. لا 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 انا عارف انا عارف دابا راهي البرمجه هذه السي حسن انا رئيس وانا كنعرف ان المآل هو انا غير اسمح لي انا اللي كنسير السي حسن وانا كنعرف طعنوا فيها مثلا من حقهم طعنوا فيها انا كنعرف السي حسن ان النقطه ديال المآل هي النقطه اللي كنشوفوا فيها وصل المشروع اذا بغيتوا انتم اللي درتوا هذه النقطه ولكن ما صيفطوهاليش بالصيغه ديال التصويت ديروا لي نقطه اخرى طلبوا فيها هذيك الساعه والمصادقه على اللجنه. واش من دابا غادي دابا انا من المآل من المآل ديال التأهيل غادي نسخ كندير اللجان؟ الديمقراطية هي هذيك. شوف انا قلت انا قلت مقترح السلطة الاعظم الى بغاو الى بغاو ندوزو نديرو مقرر تبارك الله بغاو ناجلوها حتى تبارك الله هذه هي الديمقراطية هذيك المجلس هذيك المجلس ولكن باش تمارس هذا الشيء راه النقطة ضدك ماشي ماشي على كانت تمارس الدكتاتورية على الأغلبية لا لا ايوا اسمع لي انت اللي كدير ديكتاتورية انا ماشي ديكتاتوري لا انت اللي كدير هو ماشي ندير ديمقراطية المجلس يود نفسي ماشي ديمقراطي لا غادي السيد الرئيس السيد الرئيس امام المال شوف امام المال اتحداك شي تطرف محل تلقى فيهم ماء المال عندك فيهم مقررات قالوا لي نقطة ما درتوش نقطة كاملة باقي ديروا نقطة قولوا بلي غادي ناخذوا واحد القرار وغادي نديروا الليجان ونديروا التتبع انا ما كنقولكمش لا الله يجازيكم بخير راني معاكم حتى انا رئيس التعنت هو اللي خلانا نوصلوا لهذه الحالة اللي رانا فيها في هذا المجلس السيد الرئيس كنطالبوا مقرر هاي الحضاره لا نديروا السيد الرئيس انا كنقول لك المجلس نفسي ها السيد الرئيس واش الا درناه واش الا درناه غادي يعاقبونا عليه فاش غادي مقرر غنديروا مقرر بالاولويات ديال التاهيل الحضاري لا ما عندناش الاولويات دابا اليوم صاحبي اليوم عندنا غير ما ديال التاهيل الحضاري السيد الرئيس السيد الرئيس مازال كتجي كتعنت وما غنوصلوا حتى لشي حاجه بهذا الشيء اللي كاين نقطة سي موسى النقطة ما فيهاش غادي نعطيو الشيخ نهار فيما يخص قلتوا لي بغينا نشوفوا في وسط الإيد الحضاري بمعنى شنو دابا مكتب الدراسة الله يجازيكم بخير راه أنا غادي نصوت معاكم في الجنة أنا شنو غادي نصوت وراه غادي نصوت أي شيء غير كنفهم لا لأن المناقشة اللي درناها أنا غادي معاكم كل شيء صافي الناس اللي خرجوا لهم الدار معليش لا لا من حق لا معليش إذا سالت الأعضاء سيفتوا لي هذه النقطة اللي هي بصح لا لا راك متعنت علاش كنقول متعنت الا رجعنا للمحاضر ديالنا كاملين كنجيو كنديرو مقرر كنديرو بحال هاد الشكل هكا كنديرو مقرر خاصة كنديرو ملتمس ملتمس هل هو مقرر ام لا ملتمس واش هو مقرر ولا لا مقرر وراه يا سيدي الرئيس الله يحفظك غادي تجيب المحاضر دابا غتلقى بعض النقط درناهم هنا وما درناش المصادقه وما خصناش ان نديرو الجرح ودرنا فيهم مقرر اليوم كتجي كتقول لي راه ممنوع او غير قانوني باش ندير مقرر يعني هل تعنت ولا لا؟ تعنت ولا ماشي تعنت؟ شوف اسمح لي انا مازال ما كملتش هذه نقطة نقطة هذه عامة نقطة ما قالت هي الحضاري الشطر الثاني قبل الدريوش ولكن عندنا احنا صلاحية نناقشوها نخرجوا بمقرر من حقنا كمجلس
ومن حقك انت كرئيس انك تشاور تشاور مع الاعضاء واش نديروه ولا لا. عندك الناس اللي كيقولوا لا كاين اعضاء اللي غادي يقولك لا، كانت عندهم الاغلبيه حنا مستعدين. هذه هي الديمقراطيه، ما تقوليش ماشي ديكتاتوريه، راه استعملتي الديكتاتوريه في هذه النقطه. ممكن وشكرا. مزيان دابا قلتيها صافي عطينا دابا ملي قلتي هاد الهضره عطيني المقرر اسي مصطفى اش قلت لك هنا وما اش قلت لك هنا عطيني المقرر. تكون هذه اللجنه من خمسه اعضاء واش انتخبوهم دابا ولا انا غير تفضل خليهم ربع تا نديروا ولا بحساب شركة عمر والشركة الحاصلة على صفة على سبقة إنجاز مشروع التكهيل الحضري على أخذ رأي اللجنة خلال كل مرحلة إنجاز التكهيل الحضري، إلزام شركة على بدء على بدء أشغال إنجاز التكهيل الحضري من الأحياء التي استفادت من شبكة التهير السائل من الشطر الأول السعادة واحد السعادة جوج حي الأمل الشرقي حي الأمل الغربي واحد حي الأمل الغربي جوج حي الفرح والإسلام. الشطر الثاني من التكهيل الحضري سيستفيد منه الأحياء التالية: حي ولد محن، حي ولد عديم الحمو، حي بالويدان، حي الأمل الغربي جوج، حي وادي سلام، حي مديئة، حي السعادة. الشطر الثالث إحداث وتهيئة الساحات الخضراء، خلق وتهيئة الساحات عمومية للتشوير العمودي والأفقي. يروح خمسة بعض، شوفوا خمسة بعض اللي بغيت تقدم هذا الجنة يتفضل، يروح خمسة بعض. تفضلوا. تسعة تعاود ولكن خديتو بعين الاعتبار جميع الاحياء وخديتو بعين الاعتبار حتى الدراسه ديال الدراسه على الخلاف ديال سميتو هذيك الساحه ما كتبش كل شيء، كاين ملاعب كبر، كاين ساحات، كاين دار الثقافه، كاين ان شاء الله مجموعه ديالها. اذا شكون هما الساده الاعضاء اللي غادي يكونوا في اللجنه هذه باش نسجلوا الثاني ونحن راحنا معكم وكنتعرضوا في اي معلومه واي شيء اجتماعي اذا كان حتى الرئيس اذا احتاجته او لم يكتب دراسات نستدعي هو ونستدعي الناس ديال عمران ونجلسوا ونمشيو بالمراحل اللي استروها اللي استروها بطبيعه الحال اللجنه. تفضل. غادي يعني كتمول داكشي من الداخليه اوتوماتيكمون ولا يعني مباشره كتمول يعني من الداخليه في حالات اذا كانت الجامعه محتاجه القرض يعني ماشي يعني الداخليه كتلف لها يعني بالموارد. الاراضي المخصصه في جيزات قرض هذه غالبا كتكون عندها علاقه بالجزئيه الحديثه يعني الجديده لانه دابا حاليا جميع الجزئيات اللي كتحدث اللي كتحدثون غالبا عمران او بعض المتطرفين الاقاليم سوف تشكري كيكونوا هادو يعني كيتفرض عليهم انه